مظاهر العيد في سلطنة عمان لها طابع خاص تنفرد به عن بقية الدول من حيث حفاظهم على عراقة الماضي. ومن أبرز هذه المظاهر الشواء العماني الذي يعد من أشهر المأكولات العمانية التي يتم إعدادها في أجواء اجتماعية تتسم بالألفة والتكاتف والتعاون. ويمر الشواء في إعداده وطبخه بعدة مراحل بدءاً من تجهيز التنور وإشعاله وتخصيص شخص لمتابعته بحرص واتباع إجراءات السلامة، وانتهاءً برمي اللحم الذي يتم تجهيزه بتبزيرة الشواء المكونة من الخل العماني، وهو عبارة عن التمر المخلوط مع الثوم والبهارات، مما يضفي الطعم اللذيذ والمميز لوجبة الشواء. بعدها يوضع اللحم على قطعة تصنع من سعف النخيل تسمى محلياً الخصفة، ويوضع اللحم بداخل حفرة الشواء لمدة يوم واحد أو يومين حسب سعة التنور في كل قرية وولاية. ومع تسارع نمط الحياة اتجه الناس لاستخدام الفرن الكهربائي أو قدور الضغط الكهربائية لإعداد الشواء داخل المنازل بعيداً عن الحرارة، حيث يعد الشواء فيها بنفس المكونات التقليدية ونفس الطعم والنكهة. حالياً راح نبدأ نضيف اللحم اللي راح يكون موجود هنا، راح نبدأ نضيفه بدون إضافة الماء، وللتأكيد ما راح نضيف الماء داخل القدر، وراح نتركه لمدة 90 دقيقة. الله تبارك الرحمن. هذا بالنسبة للحم. ورغم الحداثة والتطور لا يزال تنور الشواء محافظا على بريقه في مختلف ولايات سلطنة عمان، وسيظل أحد مكونات الثقافة العمانية الأصيلة.